طيب، تاني اعدادي النهارده هحل معاكم من 102 لحد 123. يعني هحل معاكم من اول صفحه 102 لحد نهايه الكتاب اللي هو صفحه 123. هحل كل الامتحانات بتاعه المحافظات. واسمع بقى كده يا يونس، اللي هو الامتحان بتاع سوهاج بيقول لك: shopping online is great, people do online shopping at home, people choose the cheapest thing, it takes a few minutes to buy online. يقول لك what is the writer opinion، ايه رأي الكاتب في الشوبينج اونلاين؟ رأيه ان هو great، رأيه ان هو حلو. بيقول لك where do the people do online shopping، الناس بتعمل الاونلاين شوبينج ده فين؟ at home. Which things do people choose، الناس بتختار ايه؟ بتختار الارخص، the cheapest. How long does it take to do shopping online؟ few minutes، يدوك ثواني عشان تبقى انت حصلت اشتريت، تمام. وبعد كده بقى ايه؟ تستنى الدليفري. يلا بينا الليسننج اللي قدامكم ده، سوري المحادثة اللي قدامكم ديت، ما بين البنت سامة والبنت هنا. سامة بتقول لها: سامة suggests going fishing with هنا. سامة بتقترح على هنا الفيشنج، going fishing. هنا I was wondering if you would like to go fishing with me. Great. What time? ليه قلت what time؟ عشان خاطر around 7 a.m. What time? Well, what time is it؟ فهتقول لها الساعة 7. What time will we go؟ ماشي. What time would you like؟ خليها would you like. يلا would you like، ايه الوقت اللي انت تحبيه؟ فات لها الساعة 7. Is it okay؟ مش عارفة، بس what shall we take with I buy is it is او of course، الوقت المناسب. اه حلو جميل. What shall we take with us؟ هناخد معانا والله يا سنارة بقى وكده. Where can الحقيقة أنا مش عارفة هي هتاخد دي، بس we can take انت، هناخد شبكة. لا مش حلوة الشبكة. هناخد معانا ايه؟ hook اللي هي السنارة. Where can we go to catch fish؟ هنروحوا فين عشان نصطاد السمك؟ we can go، نقدر نروح to the river، هنروح النهر. فهتقول لها هنا في سؤال، فهتلاقي we are going to stay for 3 hours. يبقى how long بقى اللي هو كام المدة هنا؟ how long are we أو do we stay؟ do we، طبعا do we stay، هنقعد قد ايه؟ هتلاقي هنقعد 3 ساعات. اللي بعده: last week حسن and وليد were playing in the garden. الأسبوع اللي فات حسن ووليد كانوا بيلعبوا في الإيه؟ في الحديقة. their dog، الكلب بتاعهم، was watching them، كان بيتفرج عليهم، and following the ball، وكان بيتابع كورة، all the time، طول الوقت. وليد kicked the ball strongly and it disappeared. وليد شاط الكورة جامد وبعدين كان اختفت الكورة. ايه دي عايدة على ليه؟ على الكورة، خد بالك عشان لما يديك ضمير وحط تحت خط وعمله بالبولد كده وبالغامق انت تفكر. They looked for it everywhere. كانوا looked for يعني دوروا عليها. But they couldn't find it. ما لقوهاش. طبعا اللعبة باظت. While they were looking for the ball. لما هم كانوا بيدوروا على كورة. They forgot about their dog. نسوا الكلب. خد بالك طالما اعطيك صفة او فعل يبقى عايز منك يا اما معناه يا اما forgot يعني نسى. الماضي البسيط. Forget. When they looked around، لما بصوا حواليهم، the dog was running away، كان الكلب بيجري. الكلب. They forgot about the dog. When they looked around، لما بصوا حواليهم، the dog was running away، كان الكلب بيجري.
they felt sad, حسوا بالحزن. They decided to leave the place. قرروا ان هم يسيبوا الايه المكان. لما قرروا ان هم يسيبوا المكان suddenly حسن shouted, حسن صرخ بسرعة فجأة, look that is our dog over there, الكلب بتاعنا اهو. They were very happy, كانوا مبسوطين to find it coming back carrying something in its mouth, كان جاي يرجي وماسك حاجة في ايه في بقه. At first they thought that is what was the ball, افتكروا ان هي الكورة. When the dog came near, لما الكلب قرب, they discovered that it was a toy cat, كان لقوها لعبة قطة يعني, او قطة لعبة. There was an angry little a girl running, كان في بنت صغيرة غضبانة وبتجري after the dog ورا الكلب. She came to the boys, جات للولاد. The boys said that they were sorry, الولاد قالوا احنا اسفين. And gave the girl her toy cat, ادوها التوي كات اللعبة القطة اللعبة بتاعتها. The girl wanted her toy cat, ده اول سؤال. القطة كانت عايزة اللعبة, البنت بتاعت البنت كانت عايزة القطة اللعبة, ده أول إيه سؤال. بص كده على الأسئلة التانية يعني وركز. السؤال التاني بيقول لك they سوري حسن and وليد felt happy, حسن وليد حسوا إنهم سعداء. when the dog came back because هم اعتقدوا إن هو معاه الكورة. they thought it had their ball, كانوا معتقدين هو معاه الكورة. The opposite of the word forgot, شفت مش قلت لك لما اديك حاجه بولد كده غامقه تعرف ان عكس forgot يعني نسى, عكسها remember تذكر. Give a suitable title, اديني عنوان مناسب. انا حاسه ان الكلب هو البطل, الدوج هو البطل في القصه دي. funny dog, كلب funny, كلب جميل يعني. What do you think, ماذا تعتقد of the boys, they العيال دول رأيك فيهم ايه, عيال they are عيال مؤدبين عشان هما ادوا القطة ادوا اللعبة للبنت وما عمزوش حد يعني. they are مش عارف اقول عليهم polite مؤدبين ولا اقول smart ولا اقول مش عارف. they are ايه, they are good boys, هم عيال محترمين. What does the underline it refers to, لسه قايلالكوا it دي بتشيل البول, the ball الكورة اللي ضاعت. طبعا لما الكورة بتضيع صاحب الكورة بيلطم على وشه. Judy's little brother, اخو جود الصغير, hurt his leg, عور رجله. and he started crying, عيل عور رجله هيضحك هيبكي. What's your favorite nut fruit, الفروت بتبقى juicy salty ملح spicy متبل unhealthy غير صحي. طبعا اي فاكهة في النهاية بتكون juicy, juicy يعني كثيرة العصار. اقلب الصفحة 104. My brother is not too spicy food, so he must be careful about what he eats. My brother is طبعا allergic, يعني هو بني آدم عنده حساسية من الطعام السبايسي المتبل, عشان كده هو لازم يكون be careful, حريص about what he eats, حريص هو بياكل ايه. Do you know at your own clothes, do you sew, do دي بيبقى دايما مع الفعل في ايه في الاصل. طيب هو في تعبير اسمه do you know how to see, هي دي لو هل تعرف كيف تصلح, ما هي ده جميل قوي. السؤال الخامس, we should help not people disabled people, disabled اللي هم الناس الغير قادرين او اللي مش بيقدروا يتحركوا كتير. يلا نمبر 6, you not a doctor when you are ill, you لما انت تبقى تعبان لازم you should see a doctor, دي نصيحة ما ينفعش تقول we will, دي اصلا مش حاجة في المستقبل بنتوقع لها, لكن ده هو نصيحة you should see a doctor when you are ill, لازم تروح للدكتور لما تكون تعبان. Don't put salt,
on my food. ما تحطش الملح على الاكل بتاعي. I don't like it salty. ما بحبش الاكل يكون salty. A lot دي لو معها of تبقى lose. انما ما فيش. يبقى ما ينفعش غير much. Much يعني كتير. يعني don't put much salt. ما تحطش ملح كتير على الاكل عشان ما بحبش الاكل مالح. I listen carefully to my teacher. انا بسمع المدرس بتاعي carefully. And take notes. وباخد ملاحظات. Our equipment that changes the sunlight into electricity. ايه هي الالات او المعدات اللي بتحول ال sunlight اللي هو ضوء الشمس لكهرباء, السولار بانل اللي هي الواح الشمسية. اللي بعده بيقول لك number 10 are used from the ground by remote control. ايه اللي بيستخدم من اللي هو من الارض by a remote control اللي هو الدرونز اللي هي الطائرة بدون طيار. لكن الوالد ده في حبرية ما تفعش planes يعني طيارات. الطيارات العادية فيها طيار وسيم المشين اللي هي مكنة الخياط. rich Egyptian مصريين قدماء wore beautiful gold. مش gold beautiful. نعم ادي كل حكاية ان انت بس هتبدل. ليه بقى سيدي؟ عشان الشكل اولا وبعدين الخامة. دي بيوتيفول دي الشكل, شكلها جميل وخامتها ايه؟ جولد. زي ما انا عامله لك ايه علامة اللي هو يا دوبك بس ايه تبدل. هي نقط doesn't able. هي doesn't able صح بس ده able. لا يبقى ايه wasn't او isn't to use this computer. ده كلام في المضارع البسيط isn't, لان is am was are was were كلهم بيجوا مع able. ايه to بمعنى قدر على. بس able to دي مش اسم مش فعل اسم. did people use خلاص بس ده in the past يبقى used اللي هو في الايه في الماضي. used to check هل الناس كانوا معتادين على ان هم check social networking sites in the past. هل الناس في الماضي كانت معتادة على ان هي تبص على السوشيال ميديا كل شويه وقاعد يطمن كده على الايميل الالكتروني؟ لا طبعا. الناس زمان كانوا بيفتحوا التلفزيون ويعمل وش تلاقيهم قافلين. if you are in the library لو انت في المكتبه هتقرا كتب. we you make noise لا طبعا. هنا make لا ده احنا هننفيها فيها. you don't make noise او shouldn't make noise. shouldn't make noise. الايميل دوت جميل بس والله يعني هو بيتكلم على ايه types of food وده انا عملته قبل كده بس باراجراف. فيعني I think ان احنا كده برضو الحاجات دي كلها قلناها قبل كده. تعالوا بينا نشوف صفحة 105 والامتحان 18. الامتحان بتاع محافظة لوكسور بيقول لك كريم is on the school running team. كريم practice running in the morning. كريم eats good food to give him energy. كريم eats fish for lunch. كريم is on the school running team يعني كريم في فريق الجري بتاع المدرسة. كريم practice his favorite sport in the evening ولا in the morning. in the morning شطار في الصباح بيتمرن في الصبح قبل يروح المدرسة وبيأكل أكل صحي. give him energy to give him energy عشان يديله طاقة. كريم eats fish for lunch. كريم بيأكل سمك على الغداء. اللي بعده المحادثة. المحادثة حلوة حلوة حلوة. سارة wants to buy a new jacket. سارة عايزة تشتري جاكيت جديد يعني at the clothes shop من محل الملابس. can I help you ممكن اساعدك. ده مين ده الشوب اسيستنت اللي بيقول لسارة. فسارة قالت له yes please وفي هنا جملة فقال لها الشوب اسيستنت. المهم هي عايزة احنا قلنا انه هي عايزة تشتري جاكيت. I want to buy a jacket او I need a jacket. I want to buy a jacket. انا عايز اشتري جاكيت. فهنا سأل سؤال medium please يبقى what size is it ايه المقاس. قال
قالت له medium please. قال لها medium في هنا سؤال، فقال لها I would like it red please. يبقى what color، ما اللون. ف can I try it، can you try this on، ممكن تقيسي ده. Yes of course، او yes I can، او او sure. قالت له اكيد. فين ال changing room؟ it's over there thanks، وشكرا. هتروح تقيس هيطلع حلو عليها، هتشتري وخلاص خلصنا. many people، ناس كتير use the social networking sites like twitter whatsapp فيسبوك and instagram. يعني في ناس كتير بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي زي التويتر والواتساب والفيسبوك والانستغرام to communicate with each other، عشان يتواصلوا مع بعض. These sites، هذه المواقع have made communication easier، خلت التواصل اسهل واسرع. faster easier and faster. they give you the chance، بيدولك الفرصة to express your idea، عشان تعبر عن افكارك، thoughts معتقداتك، feelings مشاعرك، freely بحرية to your friends لأصحابك and followers وكمان المتابعين بتوعك. the most popular site، الموقع المشهور قوي اللي هو فيسبوك. more than 1 billion people، أكتر من بليون بني آدم use Facebook all over the world، على مستوى العالم. it helps you، بيساعدك to share news، عشان يتشارك الأخبار and events والأحداث with your friends، مع أصحابك. you also can make videos، ممكن تعمل فيديوهات and share them، ممكن تشارك الفيديوز ديت. the problem is that a lot of people، المشكلة ان في ناس كتير especially young people او young men، خصوصا الرجال الصغار او الشباب and women والبنات الصغنطتين، spend too much time using it، بيقضوا وقت طويل جدا في استخدام الايه الفيسبوك. استنوا كده ما عدل الكاميرا، قاعدين عدلتها، يلا بينا. the underlying word popular، popular اللي هو مشهور، famous means تعني، تعني means دي يعني تعني، famous تعني ايه، تعني مشهور، famous. استنى ما نظبط، ايوه كده. وخد بالك ان famous بيجي معاه فور، famous فور. more than 1 billion people بيستخدموا الفيسبوك، اكتر من بليون بني ادم. انما مليون ده مليون، 100 100 1000 لو 1000. the underlying word them refers to، كلمه them دي اللي هو بيقول لك you also can make videos and share them، يبقى الكلام على الفيديوز، انت ممكن تعمل فيديوهات وتشيرها زي ما انا بعمل كده فيديوهات واشير لكم يا حبايبي. give a suitable title، احلى حاجه social networking sites، social networking sites اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. what things، ايه هي الاشياء اللي انت يا جميل الملامح can you express using social media، ايه الحاجات اللي انت بتستخدم عشان السوشيال ميديا. اول حاجة ideas، افكار، thoughts معتقدات، and feelings، مشاعر. do you think Facebook is good؟ yes. why؟ it is the most، ان هو اكتر popular site all over the world، في العالم كله. do you think، هل انت بتعتقد it's easy، انه من السهل to not from English to Arabic translate، translate يعني ترجم. it's healthy to eat not products، انت تاكل dairy products، dairy products يعني منتجات الألبان، إنما الدياري ده يعني اليوميات. it took her a long time to be able to، خدت وقت كتير منها إن هي to see costume، costume ده بمعنى ملابس تنكرية،
before going to the club قبل ما تروح الكلاب I often wear my طالما انا رايحه النادي هلبس الترينرز اللي هو الشوز الرياضيه الجميله بتاعت عشان اعرف اجري. يلا بينا نقلب الصفحه، صفحه 107. My mobile doesn't work، الموبايل بتاعي ما بيشتغلش، so I asked someone to repair it، انا طلبت من شخص معين هو يصلحه لي. I am not to fish، allergic to، طالما allergic to اللي هو انا عندي حساسيه من السمك عشان كده it makes me ill، عشان كده بتتعبني. You don't need to pay for this pen، انت مش لازم تدفع للقلم ده. It's free، مجاني، القلم ده free. Tell my teacher if I don't understand the lesson، بص يا شباب ده سؤال لطلب النصيحة، بادئ بشد، should I بالظبط هي دي. هل من الممكن او ينبغي ان انا اسأل المدرس لو انا مش فاهم الدرس؟ ايوه طبعا، ومش هيفهمك برضو عادي، طالما ما فهمتش من اول مرة مش هتفهم يا حبيبي. Do you know this car، هل انت عارف العربية دي؟ Do you know how to، شفت how، شفت how طلعت مني جامدة ازاي، how to drive هو ده تعبير على بعضه. When are you going to، زاد الفعل في مصر، to wash the bike، انت رايح تغسل العجلة في قصدي امتى. نادر، ماله نادر حبيبي والله محترم. Likes، عايزين فعل، لا ده هنا عايز اسماء بس، بيقولك فيو دي بتيجي مع الاعداد، مع الاسماء التي تعد. والشجر لا يعد، ده شجر قلبي يبقى ليل، قليل. You shouldn't، نقط you shouldn't بيجي بحرف المصدر boy. I like those smart red cotton t-shirt، ده t-shirt واحد يبقى this او that، خليها that عشان خاطر زوز دي معنى هؤلاء للبعيد، انما this هؤلاء للقريب. How about، ماذا عن، ده بيجي فعل في المصدر زائد ing وده بمعنى اقتراح. listening، listen اهي حط e، listen اهي حط ing. listening to music، ماذا عن مش استماع الى الميوزك. A visit to the music، مش عارف ايه البرجراف ده ومعجبين بيه، والحقيقة انا كنت عملته قبل كده فاتس اوكي. يلا بينا على الامتحان العشرين ولا 19 سوري. يلا بينا صفحة 108. اسمع بقى يا سيدي، بيقول لك مروان finds it easy to understand science books، he doesn't experiments in the laboratory، مروان learn best by doing things، مروان likes technology. اول حاجة مروان finds، بيجد انه finds it easy to understand، شايف ان سهل لفهم العلوم. مروان does experiments، بيعمل التجارب العلمية في المطبخ، لا في اللابوراتوري. مروان learns best by doing، طبعا by doing اللي هو بيعمل، بيفهم اكتر doing things اللي هو عمل الاشياء التجارب. مروان likes science او likes technology اللي هو التكنولوجيا، عموما اي حد بيحب العلوم لازم يحب التكنولوجيا. اللي بعده المحادثة ما بين نور وهنا. نور and Hannah are talking about the next summer holiday، بيتكلموا الاثنين على السمر هوليداي او اجازة الصيف. How are you Hannah؟ قالت لها fine، I'm fine thanks، I'm fine. قالت لها where are you، where will you go، انت رايحة فين next summer holiday؟ شوف شرم الشيخ اهي، شرم الشيخ. I will او we will، I will go to شرم الشيخ، انا ما جبتهاش من عندي عشان بس ايه ما حدش يقول لي هو will go with you، مين هيروح معاك. والله كنت ناوي اقول وي، خد بالك مش اه، بس لما بصيت لمحت will هو يبقى اه، يبقى انا هسال عليه احد مين رايح معاك. باي باص وهوتيل يبقى my family اسرتي عيلتي. هنا سؤال وي will travel by bus، يبقى هاو هتسال بقى على وسيله المواصلات، يبقى هاو دو او هاو ويل يو ترافل، هتسافري بايه يا بطه؟ بالباص. في ساعتين سؤال وي ويل ستاي ان هوتيل، وير اين يعني، ويل يو ستاي، انا بستخدم ويل لسبب ان هي الكلام كله في هري كده على المستقبل، يعني ايه بيتكلموا ان هم هيروحوا شرم، طبعا هم اساسا شغالين في سوبر ماركت فكلام في الهري يعني. some people learn
second language easily. ناس كتير بتعلموا اللغة التانية بسهولة. Other have troubles learning it. في ناس تانية بقى بتحس بالtroubles بالمشكلات في تعلمها. How can you learn a new language like English? There are a lot of ways. في طرق كتير لتعلم to make learning English easier and interesting. أسهل وأكثر تشويقا. Firstly, أولا you must like learning English. لازم تحب تتعلم الإنجليزي. If you feel that you can learn, لو أنت حسيت أنك بتعرف تتعلم, you will learn, هتتعلم. You needn't understand, مش لازم تفهم كل شيء at once على كل. It's natural to make mistakes, طبيعي أنك تعمل أخطاء. We can learn from our mistakes, ممكن تعلم من أخطائنا. Secondly, ثانيا you have to practice your English, لازم تتمرن على الإنجليش بتاعك. You can write in the school magazine or exchange letters, أنت ممكن تكتب في مجلة المدرسة أو exchange letters, يعني تتعلم الحروف, تبدل الحروف, and emails, قصدي تتبادل الحروف ايه بس تتبادل, exchange يعني تتبادل الجوابات, والايميلز with friend, مع اصحابك. This way you get used to writing in English. الطريقة دي مجربة في تعلم الانجليزي, في كتابة الانجليزي, و soon you, وقريبا بقى انت you will see, هتشوف that your writing is improving, ان طريقة كتابك هتتحسن. You should speak English, لازم تتكلم English every day, كل يوم. You can practice with your classmates, ممكن تتدرب مع زمايلك. Outside classes, خارج الفصول. You will all make mistakes, كلكم ممكن تعملوا أخطاء. But gradually, بس بانتظام. You will communicate well, لكن بانتظام ممكن تتعلم التواصل أو تتواصل بشكل جيد. The underlying word exchange, زي ما قلت لكم exchange يعني يتبادل. فهو send and receive, لا send and receive, يبعت ويستقبل. There are a lot of ways to make, في طرق كتير to make learning English easier and not boring, بس أسهل ومش ممل. It's natural to make mistakes, طبيعي إن إحنا نعمل أخطاء. What is the main idea, إيه هي الفكرة الرئيسية of the passage, من المقالة دي. Learning English is interesting, تعلم اللغة الإنجليزية interesting, يعني interesting يعني شيق. What does the underlying pronoun it refers to, كلمة it بتشير لإيه؟ طب بصوا كده معايا. والله أنا لما بصيت لقيتها بتشير للإنجليزي نفسه, English, بس بيقولوا learning it يعني تعلمها. How do you think, كيف أنت تعتقد that making mistakes is something sometimes useful to learn, عشان تتعلم you must make mistakes. عشان تتعلم لازم تعمل أخطاء. أو ممكن الجملة اللي هو قالها we can learn, ممكن إحنا نتعلم from our mistakes, ممكن احنا نتعلم من اخطائنا. Sending a lot of time, القضاء وقت طويل on نقط causes some eye problems, on screens, على الشاشات بسبب مشاكل في العين. She should tell a parent, ممكن هي تقول للبابا or a teacher, للمدرس, if she not worried about something, if she feels, لو هي بتشعر. Carrots, ده كده خد بالك الحالة الأولى لإف. Carrots اللي هو الجزر need to be not into small pieces, need to be chopped, إنه يتقطع لقطع صغيرة. Our teacher asked, أو المدرس سألنا us to write a note about the film,
to write a view أو review. view يعني رأي أو رؤية أو موقع متشاف، يعني السينري مشهد طبيعي بيكتشر صورة، لكن review يعني رؤية نقدية، يعني رؤية نقدية يعني بتوضح العيوب والمميزات. تعالوا نقلب الصفحة ونبقى عشان أنا كده إيه مليت. باي any clothes، لما تعوز تشتري أي ملابس you should not it try it on. try on يعني يجرب. I sometimes wear not sandals. احنا قلنا انه الشكل وبعدين المقاس وبعدين اللون وبعدين الخامة، تمام. في حاجات تانية بس يعني دي اكتر حاجات احنا شغالين عليها، الشكل والمقاس واللون والخامة، والسعر كمان بيبقى شغال مع الشكل. العمر ده انا نسيت العمر، الشكل والمقاس والعمر واللون والخامة. العمر ده ممكن يبقى موجود، ممكن يبقى موجود جنبه السعر او القيمة اذا كان اكسبنسيف او ايه او تشيب. يبقى كده العمر او القيمة واللون والخامة. خد بالك اكسبنسيف ليذر دي الوحيدة اللي صح، ليذر بيج لا دي غلط، ليذر بريتي برضو غلط، ليذر اكسبنسيف ايه ليذر اكسبنسيف هي اكسبنسيف ليذر ده هي اكسبنسيف ليذر الخامة وبعدين العمر او القيمة وبعدين الخامة. I love birds، انا بحب الطيور. I want to go bird watching، دي رياضة حديثة اللي هو مشاهدة او طيور، مشاهدة الطيور. It not I can see some dark clouds. It's going to rain. Going to rain يعني ناوية تشتي، هتمطر. I can not scenery. scenery دي اللي هو المشاهد الطبيعية. I can paint. بعرف ارسمها او الونها. To be not means to you are able to plan things carefully. to be ان انت تنظم الحاجة بكيرفلي بحرص، اللي هو organized اللي هو منظم. I think shops closed ولا closing in the future will close. طالما هنا in the ايه in the future، طبعا لان ده تنبؤ بدون دليل. would you like some coffee. some هنا ايه تبقى some لان ده اقتراح، انا بقترح عليك بعض القهوة. at the moment I do an English exercise. at the moment يعني في هذه اللحظة، يبقى انا دلوقتي اهو قاعد بحل الامتحان ماسك الورقة في ايدي، يبقى I am doing ده مضارع مستمر. I am able to use لان able to بيجي بعدها الفعل في المصدر. your healthy diet ده الايميل والنبي عاملاه. يلا بينا على الامتحان العشرين، وده اخر امتحان في المحافظات، بعد كده هنخش على امتحانات الازهر. ريم is blind but she likes music. ريم is in the school orchestra. I am proud of ريم. ريم is blind، ريم كفيفة. she likes music، فهي اصلا في الميوزك رو في الميوزك تيم، فريق المدرسة ميوزك سكول تيم. ريم is in the school music او school team، فريق المدرسة. I am proud of ريم، انا فخور بريم. آية is talking with رامي about hobbies. آية تتكلم مع رامي على الهوايات، فبتقول له ايه؟ طبعا خد بالك احنا مش عارفين هوايات ايه دي. where are you going رامي، ده آية اللي بتسأل، ده علي، علي اللي بيسأله، فمش عارفة مين آية دي. فرامي قال له مش عارفين بس ده ماتش داي تنس ماتش، يبقى انا رايح الكلاب. ما وير ديت يعني اين، يبقى I am اللي بتتحول ل I am going to the club. انا رايح الكلاب. هيقول له ليه why are you going there، ليه انت رايح هناك او going to the club، خليها there وخلاص.
عشان انا عندي ماتش تنس. I have a tennis match today. انا عندي ماتش تنس اليوم. فقال له great. في هنا سؤال. فقال له I started playing it. يبقى when do you started? When did قصدي when did طبعا عشان في الماضي. When did you start؟ هقول له انت بدأت امتى؟ When did you start playing tennis؟ انت لعبت التنس امتى؟ فهنا بيقول له هو هنا بيقول له it's my favorite hobby. what about you؟ ماذا عنك؟ فهنا بيقول له بيانو. يبقى I play piano. انا بلعب بيانو. فهنا هيقول له كان انت ممكن تعلمني البيانو؟ of course. او with pleasure. with pleasure دي يعني بكل سرور. بليز اهي عارفين كلمة بليز؟ اي بليز اهو حط لها يو ار اي بليجر. بكل سرور. يلا بينا. ايجيبت از ايجيبت تكون الصني كونتري. ايجيبت طبعا بلد اساسا مشمس. ان جولاي في شهر 7 there are almost 400 hours of sunshine. حوالي 400 ساعة شمسية في القاهرة وأسوان وسيوة. that long period of sunshine can be ودي فترة طويلة لضوء الشمس. وممكن تكون good or إيه bad. can be good or bad يعني ممكن تكون حلوة أو bad. it's good because طبعا هي حلوة عشان هي it gives energy بتاعتي الطاقة. it helps people children to be strong and healthy خلي عيال جامدين. but it can burn people's skin ممكن تحرق شعر وش الناس أو بشرة الناس. if they stay out between noon and 3 p.m. يعني لو قعدوا من حد من الظهر لحد الساعة 3 مساء 3 عصرا طبعا دي نصيبة يعني. in Egypt we are lucky في مصر احنا محظوظين to have a long period of sunshine احنا ناخد فترة طويلة من شروق الشمس. all the year round طول السنة. so لذلك millions of tourists ملايين من السياح like to visit Egypt يحبوا يزوروا مصر. in addition in addition دي يعني بالإضافة. sunshine is good ضوء الشمس جيد. so for many crops and fruits كويس للمحاصيل والفواكه. but they can't grow لكن هم ما يعرفوش ينمو. if there isn't enough water لو ما كانش في مياه كفاية طبعا دي تصيب السودة. the underlying word the the يعني هم صح يعني الكروبس crops and fruit. the sunshine helps children to be strong ضوء الشمس بيساعد العيال انهم يكونوا اقوياء. the underlying word burn burn يعني يحرق. can be closed meaning to harm harm يؤذي. kill يقتل. give يعطي. remember يتذكر. what is the main idea ايه هي الفكرة الايه الرئيسية يا جماعة الخير ايه الفكرة الايه الرئيسية of the message. sunshine هو ده الفكرة الايه الرئيسية. is good sunshine is good but bad لكن هو ايه وحش برضه. كويس بس وحش. انا بحب ادي فكرة او معنى يكون ايه جدلي عشان الطالب يقرأ. خد بالك انت لما تيجي يطلب منك من بينت او من ايديا اديني فكرة عايزة تتشرح اساسا. how can sunshine be bad for people ازاي ضوء الشمس ممكن يكون bad for people. it كان يستطيع ضوء الشمس دوت burn people's skins people's skin يحرق بشرة الايه الناس. if they بلاش if they خلاص يحرق بشرة الناس. why do you think ليه انت تعتقد we are lucky in Egypt انت ليه بتعتقد ان احنا محظوظين ان احنا عايشين في مصر يعني عشان طبعا to ديت يعني لكي to have a long period to have a long period احنا بناخد وقت فترة طويلة of
sunshine all the year. طول السنة. نستقلكوا all the year round. All the year round. We go to the نقط science lesson. We go to the هنروح في درس الساينس هنروح اللابوراتري صح كده؟ اللابوراتري there is a great from the top of the tower great view يعني منظر جميل. Don't use too much social media or you will be addicted to them. Milk with cheese and butter, اللبن والجبنة والزبدة or dairy product منتجات ألبان. يلا بينا دي كده صفحة 112 لبينا صفحة 113. There is a lot of air pollution كتير من الهواء الملوث أو من تلوث الهواء from cars in our city. Is a special kind of writing for blind people. الطريقة المخصوصة للكتابة للناس الكروكوفين اللي هي البرايل. إنما signs اللي هي الإشارات chart اللي هي الرسوم البيانية كاليغرافي ده الخط. There wasn't any rain مفيش أي مطرة for 2 years من سنتين. So there is a drought طبعا لما تقعد البلد سنتين متشيش ده معناه في جفاف. إنما flood يعني فيضان عكس جفاف. Earthquake زلزال عايز الخيال وستورم يعني رياح. Two eggs in a bowl with little milk ده هنا بالطين مع بعض ايه ده طبعا دي جملة أمرية beat. Beat هنا بمعنى اضرب اللي هو بالمخ بالخفق يعني اخفق بالمضرب الكهربائي. I don't like to have نقط salt in my food because it's not very healthy. Have much food. بس فيش هنا much اللي هو ملح كتير. هو طالما في any والله ما اتكلم ما اقدرش انا اقدر. I don't have any salt. مش عايز اي ملح في الطعم بتاعي عشان الملح حاجة مش صحية. If I not to the shops I will spend all of money. If I go to the shop. ده كده مضارع بسيط ومستقبل بسيط حال اولى الناف. يلا ايه ده في حاجتين شرحتهم من غير ما اوريهم لكم انا اسفه جدا. He knows how to play music. They were the next لا ده ويل last week last year السنه اللي فاتت يبقى باي تبقى بوت التصريف الثاني ماضي بسيط. It's a brown leather old لا old الكبيرة الايه العمر وبعدين الخامة لا استني وبعدين اللون اسفة وبعدين الخامة old brown leather types of technology والله عاملاها برضو قبل كده نزبط كده. يلا بينا امتحانات الازهر. لم يبوت a mobile phone. There was a problem with it. The screen was damaged and she sent an email to the shop. What did لم يبوت لم يشتريت ايه موبايل فون اللي فيه بيقولك what was the problem she wrote about ايه المشكلة اللي كتبت عنها اللي هي السكرينة damaged متحمطمة اللي الفينش finish the following اللي هو حوار ما بين الكاستومر و الشوبكيبر ده هو الراجل بتاع المحل يقول له فالكاستمر يقول له yes I'd like to buy this jeans يبقى do you like or would you like هلا would you like ليه يا مس مش do you like عشان would you like فيها ذوق شوي ممكن تشتري دول فقال له ايوه اشتريه. سؤال تاني would you like a sandwich انت حابب تاخد ساندويتش Yes or no? Yes, I do. Yes, please. Oh, yes, thanks. يلا بينا. بيقول له ايه بقى? Those tomatoes are too big. الطماطم دي كبيرة جدا.
You need to knot them into small pieces. To chop them. تقطعهم حتت صغيرة. I think the film of Oliver Twist is great. أنا عارف إن الفيلم بتاع Oliver Twist جامد. I recommended watching it. I recommend watching it. أنا بشجع مشاهدته. If something is a special occasion, لو في حاجة مناسبة خاصة, it means it's important even. هي دي اللي هو حدث مهم. Storm and floods, دي كوارث طبيعية أو حوادث طبيعية أو أحداث طبيعية, natural events. It's طبعا خد بالك عواصف وفيضانات. Storms and floods. It's not good, مش كويس. To play games late at night. It's not a good idea. مش فكرة حلوة انك تلعب بالليل. يلا بينا نقلب الصفحة. وبعدين الازهر ستة اختياري. حاجة عسل. موز العنب يعني. If you go to the Egyptian museum. لو انت رحت المتحف المصري في القاهرة. This afternoon you not علي because he is in Luxor. You won't see علي. انت مش هتشوف علي. او don't see علي. مش هتشوف علي. لو انت رحت المتحف هذا المساء هذا بعد الظهر يعني you don't see علي او you won't see علي ايهما اقرب الى الصحة you won't see علي انت مش هتشوف ايه علي دي جملة شرطية من الدرجة الاولى some people بعض الناس are starting to use plant called bamboo في ناس بتستخدم البامبو دلوقتي instead of cotton بدل القطن to make clothes عشان يعملوا ملابس حتى البندة مش هتلاقي بامبو The plant is an important crop in China. النبات دوت مهم جدا محصول مهم في الصين. Where حيث البامبو industry مصانع البامبو makes a lot of money بتعمل فلوس حلوة. However على الرغم من كده although بامبو ورغم من كده وعلى اساس ان البامبو grows very quickly البامبو ينمو بسرعة. It's not perfect plant. مش نبات حيل مش نبات perfect مش ممتاز يعني. After the bamboo is picked بعد ما بيتم التقاطه او جمعه people often دايما الناس use chemical before they can use it make clothes لازم الناس تقعد تعلم مواد كيميائيه قبل ما يستخدموا صنع الملابس these are bad for nature وده مش كويس للطبيعه also وعلى الرغم من كده وايضا the material made from bamboo الخامه المعموله من البامبو بتكون very soft بتكون ناعمه جدا as a result ودي نتيجه كده it's Not used for expensive luxury clothes. إنها مش معمولة لأن الملابس ال expensive الغالية المرفهة which are usually made from cotton. اللي معمولة غالبا أو اللي بتتعمل غالبا من القطن. ربنا نحل الأسئلة اللي عليه. Why is bamboo important crop for China to make clothes عشان بنعمل منه الكلوز الملابس mention اذكر two reasons سببين that make bamboo not perfect plant خلينا نقول سببين لعدم برفكت اللي هو النبات مش كويس لانه it used لا انا عايز احط انا عايز احط بالترتيب after It was picked يعني بعد ما بيتم التقاطه people الناس يعني chemicals انا عايزين نعمل الخط ده كده يا جماعة chemicals to make clothes so لذلك it's bad For nature. مش كويس للطبيعة. الحاجة التانية. It makes soft. Very soft. أو يعني حاجة very soft. Not very soft. Not very soft. مش حاجة ناعمة قوي. For Clothes for people. الناس يعني اللي بتستخدم البتاع دوت as cotton. As cotton. زي اللي هي القطن. مش ناعم قوي زي القطن. القطن انعم ايه? انعم منه. السؤال بعده.
What is the material used for expensive cotton? القطن هي المادة الخام بتاعة الحاجات النظيفة. The underlying word this refers to كلمة this اللي هو الكيميكالز المواد الكيميائية. اصحى معايا اصحى واصطبح. Bamboo grows very quickly. النبات البامبو بيزر يعني بينمو بسرعة شديدة جدا. But it's not a perfect material او it's not soft material to make expensive. يعني مش ناعم عشان نعمل منه الملابس النظيفة اللي القطن بيتعمل منها. يلا بينا للصفحة. يلا بينا listening. What's your favorite? زي ما انت شايف هنا كده, فانا هقول لك listening وانت لازم تسمع واسمع يا بيبي. بيقول لك what's your favorite hobby, ايه هوايتك المفضلة؟ my favorite, كلمة favorite ديت hobby, هوايتي المفضلة is playing tennis. Where do you practice it? انت بتتمرن practice, كلمة practice. فقال له انا بتمرنها في النادي. فقال له how often do you practice it, كم عدد الايه المرات. can I borrow your pen, ممكن استعير القلم بتاعك. here you are, تفضل. الارض بمعنى ايه؟ تفضل. عشان بس ايه نقط ذا تراوزرز ار ثير, ده دي سعر, يبقى هاو ماتش. خد بالك ان دي تراوزرز يعني ار زيس, ما حبيتش اقول ذا تراوزرز, عايز انت تكتب ذا تراوزرز وماله. ذا بيست كلوز ار ميد اوف, احسن الملابس معموله من القطن. انما اللينن ديت اللي هو الكتان, لا القطن احسن. الهي اللي هو القش, القطن احسن. مثل اللي هو المعدن, القطن احسن. وي ويل وين, اف احنا هنكسب. اف وي بلاي ويل, مضارع بسيط, لو لعبنا هنكسب. ماي سيستر كانت ووك, اختي ما بتعرفش تمشي. شي از ديس ابلد, بعد الشر ايه ديس ابلد, ما بتعرفش تمشي. ذير ار نيو فلاتس نيكست تو ذا ريفر. ذير ار ميني او ذير ار سم, يوجد بعض من المباني الشقق الجديدة جنب النهر. is bad for your teeth, ايه الحاجة اللي مش حلوة لسنانك؟ الشجر. bad for your teeth. نقلب الصفحة. yesterday I went, انا امبارح رحت ذهبت يعني with my brother, مع اخويا احمد to the shopping center, لمحل التسوق او مركز السوق. my mother asked us, وماما طلبت مننا some shopping there, بعض الحاجات يعني. at the supermarket I bought eggs, انا في السوبر ماركت شريت eggs وبيض وعيش وزبدة. then we went to the shop, شوفوا رحنا المحل الجزم to buy my mother احمد and you to buy my brother احمد, عشان يجيبوا لاحمد اخويا جزمة pair of shoes. his size was 38 وهي new black trousers, وجاب كمان بنطلون, ده حاجة, ده عبط جمعية يعني. جاب بنطلون جديد واسود كمان. افتر ده وبعد كده كمان وروحنا الكافيه وجبنا شوية درينكس وصمتي, وكمان اخويا شرب عصير. انتوا ناس اغنياء يا ابني, وكل ده وروحنا الساعة 8 بالليل. بنون يا حبيبي. وين ديد, امتى بقى هما راحوا للشوبينج سنتر؟ راحوا امتى الشوبينج سنتر؟ يسترداي امبارح, مش حاجة, احنا مالنا يعني. طيب وات كلر ار احمد نيو تراوزرز؟ بلاك, البنطلون اسود. what size 38, ايه الاسئله الجميله دي. they bought eggs وبريد وبط, اشتروا لحم, اشتروا لحمه ايه يعني, احترم نفسك. بيض وعيش وزبده, من من الكافيه؟ لا من السوبر ماركت. they went back, رجعوا البيت الساعه 8 بالليل محترمين يعني, عشان ما يحبوش يسهروا بره. احمد بودا بير اوف ايه شوز, اشترى فردتين شوزه, فرده شوزه يعني اشترى جزمه. يلا بينا نقلب الصفحة. اسمع بقى يا سيدي بيقول لك ايه. مهاني مهاني هاني فيزيتد ذا ميوزيوم, هاني زار المتحف. ايه ده انا بترجم؟ لا اسمع بس. لاست فرايداي هاني بيت 20 باوندز فور ذا فيزيت, هاني راح الايه المتحف الاسبوع الجمعة اللي فات لاست فرايداي ودفع 20 جنيه فور ذا فيزيت, من اجل الزيارة. هاو اوفن دو يو تشيك السوشيال ميديا,
كم مرة، كم عدد المرات؟ half an hour، نص ساعة، كل نص ساعة. أو مثلا once، خليها بس once a day، مرة في اليوم. فينا سؤال بيقول له I am going to visit my uncle on Friday، بتزور هزور عمي الجمعة، يعني كل يوم جمعة، يعني ده مضارع بسيط. فطبعا هنا السؤال ده how often برضو، أو what are you where are you going next Friday أو on Friday، where are you going on Friday، راح فين يوم الجمعة؟ قال له راح عند عمي. Do you not that weather will get hotter in the summer in the future? Predict. Predict يعني تتوقع. Suggest يقترح، ما ينفعش. I think too not technology can give you a headache. Too much technology. ما ينفعش غير ماتش، اللي هو كتير من التكنولوجيا تعمل لك صداع. Do you like sandwich? Would you like sandwich؟ اقتراح. تقول له thank you. My dress is damaged. الفستان اتقطع. So my mother see you. سيم يعني خيطته. I bought these shoes. ليه بقى؟ عشان جمع الشوز ده بتاخد these. The desert is a difficult environment to live in. الصحراء بيئة صعبة جدا للحياة فيها. يلا بينا على القطعة. On Monday يوم الاثنين an exciting new shop is opening. في محل لبيع الشوز، محل جديد اتفتح في السيتي سنتر في وسط البلد. The eco shop only sells things that are environmentally. الايكو شوب اللي هو محل البيئه، وبيبيع بس الحاجات اللي هي صديقه للبيئه. Last week الاسبوع اللي فات we talked to the owner، اتكلمنا مع المالك كان اسمها مريم، about her new shop، على المحل الجديد بتاعها. She is going to sell local fruit، هتبيع خضروات محلية وفواكه محلية. And other local things that don't damage the environment، الحاجات اللي ما بتدمرش البيئة. People can also bring glass, plastic and paper to the shop for recycling. مريم decided، ومريم قررت to help environment. Where is the shop opening؟ أين فتح المحل؟ في city center. In the city center. What is the name of the shop؟ ايه اسم المحل؟ طبعا هو ما ذكرلهوش بشكل شخصي، بس بشكل مباشر يعني، بس هو اسمه ايكو شوب. خد بالك ايكو دي يعني بيئة او بيئي. Why did Maryam decided to open her shop؟ ليه مريم قررت ان هي تفتح المحل بتاعها؟ ده هتلاقيه to help، اللي هو ده السطر اللي قبل الاخير في المسج. to help، عشان to help، عشان تساعد the environment، عشان تساعد البيئه. the shop sells things that protect the environment، بيبيع الحاجه اللي بتحمي البيئه. the underline pronoun it refers to، كلمه it ديت اللي هو الشوب اللي هو عنده open party، افتتاح محل. Some usual unusual food that you have tried. الحاجات البراجراف ده جميل وان شاء الله هعمله. يلا نقلب الصفحه. يلا بينا نسمع. ده اخر امتحان في امتحانات الازهر الشريف. حمزه went to Aswan with his family. They stayed in Aswan for four days. Which حمزه go to Aswan with whom؟ من مع مين حمزه راح Aswan؟ راح مع الفاميلي. How long؟ طبعا قعدوا هناك اربع ايام. 4 days. What is your favorite sport؟ ايه هي رياضتك المفضلة؟ football. Not I usually get up at 6 o'clock. يبقى when or what time do you get up؟ امتى الساعة كام؟ most young people، ناس كتير صغيرة. are not to mobile، are addicted يعني مدمنين على الانترنت. modern technology our time lot، بتاخد
بس بتحافظ على الوقت، طالما في سيف نختاروها. سيف يعني ينقذ او يحافظ على الوقت، بتحافظ على الوقت لانها بتوفر الوقت. لينز يقرض، سيلز يبيع، سبينز يقضي. لا هي سيفز. I can't eat food. انا ما احبش اكل ده، او مش حابه الاكل ده. It's horrible. فظيع. The not sandals are very expensive. الصندل طبعا، الصندل ده جمع، يبقى these sandals. When you phone me، اما انت كلمتني. I not dinner. I was having dinner. انا كنت بتناول الايه، الغداء. علي not do sports. When he was young. علي used to do sports. Used to. علي تعود ان هو يلعب رياضة اما كان عيل. انا ما ركبتش الميكروفون. انت هتلاقي الجزء اللي فات دوت الصوت فيه مش قد كده، لكن تعالى كده معايا الصوت كده بقى احسن، مش كده؟ هي صح، ما متركب اصلا، بس يعني ما كانش في المكان المظبوط، بس مش عارف. يا مسهل، بيقول لك in some countries، في بعض الدول people first had television about 9 years old، من حوالي 90 سنه كانت الناس بدات تمسك التلفزيونات، يعني او بدأ التلفزيون before 1935. The picture on a TV screen. الصورة كانت على تلفزيون. Was smaller than a postcard. كانت أصغر من البوست كارد، من الكارت الصغير اللي هو كرة المعايدة الرفيعة دي. تعالوا بنقلب الصفحة بسرعة. Most TV programs. كان معظم برامج التلفزيون were in black and white، وكان لونها أبيض في أسود. في سنة 1940 في الأربعينات، يعني تي في كومبانيز، شركات التلفزيون ان يو اس اي في أمريكا، began to make color programs، بدأت تعمل برامج ملونة. however على الرغم من كده color TV التلفزيونات الملونة were very expensive، كانت غالية جدا. so most people معظم الناس كان اللي عندهم تلفزيونات watched in black and white، كانوا بيتفرجوا في black and white أبيض وأسود. although Egypt على الرغم من كده مصر كانت عندها تلفزيونات في سنة 1960، في الستينات يعني. the country made its first color، البلد أول برنامج، أول في التلفزيون ملون سنة 1973. وعلى وأيضا the first remote control، أول ريموت كنترول كان سنة 1948. أنا فاكرة كويس قوي في التسعينات كانوا زمايلي لما يعوزوا يعرفون عندهم تلفزيون بالريموت كانوا يقولوا لي، تقعد تقول لي انا كنت ماسكه الريموت امبارح، اللي هو يعني انا عندي تلفزيون بريموت، وانا اقعد اروح اقول لابويا وامي الله يرحمه عايزه تلفزيون بريموت يا بابا، ما شفتوش يعني، جالناش تلفزيون بريموت اساسا. when did people، ليه الناس كانت first have television، اول مره الناس حصلت على التلفزيون كان سنه 1935. in 1935. Why didn't most people، ليه معظم الناس كانت في الماضي يعني use color TV؟ it لأن هو كان غالي. it was the TV، يبقى they were كانوا غاليين جدا، very expensive، كانوا غاليين خالص. how big، كم المقدار أو الكبر يعني، was the picture like أو as أو like a postcard، عاملة شبه البوستكارد. Egypt made its first color TV in، أول تلفزيون ملون اتعمل في مصر صناعة مصرية كان سنة 1973. color TV programs، البرامج التلفزيونية الملونة were not those ones in black، لا after، كانوا بعد الملون اللي هو بيت في السود. يلا بينا على الامتحان الوحيد اللي هو بتاع الدمج اللي موجود في الكتاب، اللي هي صفحة 122-123 من نهاية الفيديو ونهاية الكتاب. والسلام عليكم، يلا بينا. برضو وبرضو وبرضو الدمج فيه لسن، لان اللسن ده هدية للطالب المحترم. يلا معايا، بيقول لك would you like some milk؟ no thanks، لا شكرا مش عايز ملك. what kind of food do you like؟ ايه نوع الطعام اللي انت بتحبه؟ قال له I like fish، انا بحب السمك. do you like technology؟ yes I do. يلا، the نقط can help you listen to music on the bus. الهاند فري هي اللي بتخليك تسمع مزيكا في الهاي في الايه في الباص وانت راكب الباص كده. don't not too much salt on، don't add، لا تضف لا تحط. a او an is a small computer program، اللي هو الابلكيشن، اللي هو الكمبيوترات، التطبيقات اللي على التليفونات بتاعتنا والكمبيوترات.
changing routes تغيير الطريق into نقط panels solar panels. انا اول ما اشوف panels اختار solar, ده اللي هو نغير بقى الطرق للايه الالواح الشمسيه, وده كان great invention اختراع عظيم. I would prefer, prefer دي بيجي بعدها فعل في المصدر وقبلها to travel. These people are, these people, والله ليه عشان people جم are very relatives, relatives يعني اقارب. ايه اللي بالصفحة؟ اللي انتوا سامعينه ده قرآن المغرب, فبالنبي لو انت وصلت للنقطة ديت وما ادتنيش لايك روح يا شيخ منك للي كلت دراع جوزها, اديني لايك الله يهديك. ما ينفعش تبقى قاعد تغش كده هوت او حتى تسمع وفرحان باللي انا بعمله وفي الاخر ما تدينيش لايك ولا حتى تعليق مفيد. I like eating ducks, انا بحب اكل ده, بطة جميلة تاكلها. زي ار هيلز, طب هات حتة صح. This is solar panel, ده كاميرا يا تعبت يا ابني. They are using mobile apps to communicate, ده كده موبايل ابس. I think ان ده لابتوب فلا. What did, والله يا جماعة مش عارف, انا حاسة انها برضو تمشي, خليها بقى وزي ما تيجي. What did you, بصوا يا جماعة ده عايز فعل في المصدر do. I am عايزة فعل زي ing reading, لا مش reading, able, able عشان to, انا قادر على الجري. I don't have any money, ما عنديش اي فلوس. كلم عن نفسك يا. I don't want the yellow books, I want the green ones. ما بحبش الكتب الصفراء, ما بحب الخضر. They not going to travel to Cairo next week. دول هيسافروا القاهرة next week. يبقى they are, فين are اهي, are going. تمام اخر واحدة. I prefer عايزة فعل زاد انجي reading. I will, انا سوف go to the beach. Do you like salt fish? I can use mobile applications, اللي هي ال تطبيقات الموبايلات. لحظة يا جماعة عشان واضح انه شفت الحتة الأخيرة. صفحة 123 نهاية الفيديو. السلام عليكم.